السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم محبي مسلسل الميراث. إليكم ما تسريبات وتوقعات الحلقة 544. حور بتسمع منصور هو عم يحكي على شهد وبتقول بحقك تدوس برجلك. منصور بيقول له جيتي تعالي خذي أختك، دخلت علينا وما بدنا إياها، ومزنة بتحكي كلام سيء قدام حور. وياسمين بتحاول تدافع عن شهد بس منصور بسكته وبيخانق وبتخانق حورة وبتصرخ على شهد لتاخده معها. بتوقع يصير ماجد يحضر ماجد باللحظة المناسبة ويمنع شهد تطلع من البيت لأنه شهد بتطلب من ماجد يحميها. وحور بتهدد عائلة الخطوان إذا شهد بيصير له شيء راح تنتقم من الكل. إلى هنا وصلنا إلى نهاية توقعات الحلقة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.